عقد مجلس استشاري أعلى عسكري، لأنه هذا نظراً لهذا التطور الخطير المفاجئ، عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري أعلى أشار فيه للوضع الراهن، يعني الآن يكلم المهاجرين والأنصار وتبادل فيها الرأي مع عامة جيشه وقادته. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الأنفال. وأما قادة الجيش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغ. برك الغماد هو محطة من محطات طريق الحرير البحري على طريق تهامة جنوب جدة بحوالي 800 كيلومتر. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لواءهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال والله ولكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر قريب منا فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وابشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، انظروا هذه بدر، بدر الكبرى فيها بشارات، الرسول بشر، يعني المعركة عقدت هنا بعد الأصافر قبل التبة وحسمت هنا.